تحت رعاية سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى، نظم مجلس النواب بالتعاون مع المعهد الدولي للسلام مؤتمر ومعرض ميثاق العمل الوطني الذي حمل عنوان آفاق المستقبل والتنمية المستدامة والسلام، والذي يأتي تزامنا مع احتفال المملكة بذكرى ميثاق العمل الوطني الذي يوافق 14 فبراير من كل عام. 17 عاما مرت على لحظة تلاقت فيها إرادة الشعب مع ذمام أوحد وعهد أمجد لقيادة نذرت ذاتها لخدمة رعاياها ورفعتهم على الوجه الذي يرضي النهج الثابت الذي قامت وما زالت تسير عليه. ميثاق العمل الوطني تماهت فيه المصلحة الوطنية مع قرار مفصلي تاريخي قال فيه المواطن كلمته بصوت صدح في سماء حياة سياسية، أبرز ما يميزها مشروع إصلاحي لم يغفل عن إحقاق نقلات ووثبات واثقة نحو تنمية شاملة تطال مجالات العمل كافة. ميثاق العمل الوطني أرسى الأسس الأساسية من أجل مستقبل أفضل ومشرق للبحرين. في ذات الوقت هذا المستقبل إن شاء الله يحمل في مضمونه التنمية المستدامة دائما، كما يحمل السلم الأهلي الاجتماعي المحلي، ويحمل أيضا السلم الإقليمي والدولي. تأتي أهمية كبيرة لشعب البحرين، لأن هذا الميثاق مهد الطريق لمزيد من الاستمرار في عملية العملية الديمقراطية، وكذلك أيضا مهد الطريق للمسيرة المستدامة ونقل البحرين نقلة نوعية في كل المجالات. المنتدى النيابي أفصح عن ضمه لمؤتمر ومعرض ميثاق العمل الوطني الذي حمل عنوان آفاق المستقبل والتنمية المستدامة والسلام، جاء بهدف الوقوف على تلك المحطات المشرقة التي جال في محيطها الميثاق وماهية المواقف الوطنية المشرفة لهذا الحدث الأميز في تاريخ مملكة البحرين الحديث الذي أطل بإمعان على مساحة توسيع دور المرأة في المجتمع والتمكين الاقتصادي إلى جانب المشاركة التفاعلية للشباب في المشروع الإصلاحي وعدد من المواضيع ذات الصلة. الميثاق هو يعني دستور الدساتير، هو الدستور بني على الميثاق أصلا، وهو هذه النقلة أدخلت البحرين في منظومة الدول والمماليك الديمقراطية الحديثة. المؤتمر طبعا يعطي صورة واضحة عن دور الميثاق في المجتمع البحريني وكيف يساعد من ناحية السياسية، من ناحية الدينية، من ناحية المجتمعية. هناك تمييز إيجابي للمرأة نقدر نقول، لأن في محافظ خاصة للمرأة من خلال المجلس الأعلى، هناك برامج خاصة لتعمل المرأة. خطة البحرين 2030 أفردت مادة من ضمن الأهداف أن المرأة يكون لها مشاركة أكبر لحد 40% من سوق العمل. الميثاق العمل الوطني ليس فقط يخص الاقتصاد، أما يخص مجتمع البحرين ككل. لما صار الاجتماع من جميع المواطنين على التصويت على الميثاق، كانت في قفزة نوعية في مواطنين مملكة البحرين للعمل لصالح المملكة. مع بدء المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى لمسنا يعني حرية كبيرة في الصحافة، وأيضا لمسنا الاهتمام بالصحفي والمراسل ومذيع الأخبار، الاهتمام بالمنظومة الإعلامية. هو عبارة عن بيان يقول أنا تاريخي، سطر تاريخ البحرين ومستقبله، وكل ما هو مطلوب الآن محليا ودوليا هو التعمق في قراءة هذه الوثيقة وتنفيذها بحرينيا إقليميا ودوليا. محاور ثلاثة وضعت ضمن نطاق عمل مؤتمر ومعرض ميثاق العمل الوطني: المحور السياسي والمحور الديني والمحور الاقتصادي، التي خاض في أوراقها النقاشية نخبة من أتباع السلطتين التنفيذية والتشريعية، فضلا عن حضور من شاركوا في صياغة ميثاق العمل الوطني
وعدد من الفعاليات السياسية والاقتصادية والإعلامية وحتى الاجتماعية في المملكة. هو تعظيم بتلك الرسالة الوطنية التي خط أحرفها الانتماء وصاغ مضامينها الولاء لقيادة خليفية وأما نهجها تطلعات شعب تلا فكره بجرة توقيع ليسطر حكاية أمزوجة عاطفية بقالب عقلاني استرشد من خلالها تقرير المصير بكلمة سواء بينه وبين ميثاق عمل وطني عنوانه رغبة وطن.